معلومات كل يوم بتتجدد نادمين بين يوم واخر حول فيروس كورونا اللي انتشر بسرعه قياسيه رهيبه، ارقام عم تتصاعد بكل يوم من حالات الاصابه حول العالم، لكن ايضا بالمقابل في نسب لا يستهان بها من اشرفاء. خلينا ننظر للجانب الايجابي، كيف اذا خلينا شعارنا خلال هيدي المرحله درهم وقايه خير من قنطار علاج، قد يكون فيها صحتنا وسلامتنا دون التعرض لهذا الخطر. ضمن مساحتنا الصحيه لليوم معلومات رح نتعرف عليها من فئات اكثر، وهي الفئات يلي بتكون اكثر عرضه لفيروس كورونا، كيف بيحموا انفسهم، كيف نحن بنحمي حالنا، بنحمي محيطنا يلي نحن عايشين فيه. كل هالمعلومات رح نتعرف عليها من الدكتورة نوار برادعي، اختصاصية بالأمراض التنفسية. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. صباح الصحة والسلامة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني فواصل توعويه كثير، مواد كثير عم تكون على شاشات التلفزه بمختلف انحاء العالم، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا. خلينا نتعرف اكثر على هذا الفيروس وسبب انتشاره بهذا الحجم الكبير. طبعا فيروس كورونا هو فيروس يعني معروف من زمان، من سنه 1960 تقريبا، له كثير انواع. كان يمر على شكل فيروس نزله برد عاديه، ببعض السنوات كان يعمل جوائح. طبعا الوسي البدئي او المضيف البدئي له دائما عم يكون حيوان، وعن طريقه عم ينتقل للانسان. لما عم ينتشر للانسان عم يحور من حاله، لذلك عم يعمل احيانا جوائح، مثل الجائحه اللي صارت بالصين بسنه 2003 سارس، والجائحه اللي صارت بالسعوديه بسنه 2013 اللي هي الميرس، وحاليا عم نشوف الكوفيد 19 او اللي صار اسمه سارس كورونا 2 اللي هلا عم نشوفه ببلش بالصين باواخر 2019 بديسمبر، ومن مدينه ووهان انطلق وانتشر لباقي انحاء العالم. هلا هو عدوى تنفسيه بتصيب بشكل بدئي الجهاز التنفسي، ممكن ب 80% من الحالات بيكون على شكل نزله برد. صحيح. اعراض سعال، حمى، تعب وهن عام بالجسم. ب 20% من الحالات ممكن يطور عندي ضيق تنفس، يتطور لاعراض تنفسيه وخيمه اكثر مثل ذوات رئه، ممكن نوصل لقصور تنفسي وقصور كلوي، ونضطر هون نحط المريض على جهاز تهويه اليه. نعم، يعني دكتوره ذكرتي حضرتك انه الفيروس هو موجود من قبل، ما هو جديد. تمام. فيروسات عدة، ولكن بهيدي الفتره تم انتشاره بسرعه قياسيه بدءا من الصين لدول اوروبا، مثل ما بنشوف هلا كمان بايطاليا، وسوريا ما تعرضت لسه لانه لهلا نحن محوطين حالنا ضمن هدول الاجراءات، يعني شفنا اللي صار فنحن عم ناخذ اجراءات معينه. قديش مهم يمكن انتشاره هو الاستهتار، سببه الاستهتار دكتوره، وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمه او الاستهانه بهذا الفيروس اللي هو كمان مميت، يعني فينا نقول عنه. هلا تماما، هو يعني السمه الاساسيه بهذا الفيروس انه هو بينتشر بسهوله وبسرعه رهيبه، لذلك الاجراءات المفروض نحن نتخذها هي الالتزام بالتدابير يلي يعني مشكوره وزاره الصحه ووزاره التربيه بالتعاون مع باقي الوزارات اتخذتها، اللي هي تعطيل من المدارس، من الجامعات. صحيح. من الاماكن المزدحمه، محاوله قدر الامكان باماكن العمل بعد عن الاماكن المزدحمه، يعني حاليا حتى انه الابتعاد عن المحال التجاريه اللي نحن ما لنا مضطرين نروح عليها، كثير مهم انه نلتزم بهي القواعد حتى نبعد عن الاماكن المزدحمه، يعني حتى الاشخاص اللي عندهم انفلونزا عاديه ما لنا كورونا فيروس. صحيح. يعني المفروض يتبعوا هي التدابير، يعني الشخص يلتزم بمنزله حتى ما ينشر الفيروس ل صحيح لا اماكن اخرى. دكتوره كمان عم نشوف معلومات على السوشيال ميديا بدنا نتاكد من صحتها، واكثر شيء عم يقولوا عن موضوع الاسبوع الثالث من فتره الحضانه لفيروس كورونا، هي الفتره عم يقولوا من 15 يوم مبدئيا، ممكن تكون ل 30 يوم، بدنا نتاكد من صحه هالمعلومه، ونتاكد من صحه الاسبوع الثاني او الثالث انه بهذا التوقيت انتشر عند كل العالم. هلا هي فتره الحضانه عم تكون بين يومين ل 14 يوم. خلال فترة الحضانة المريض ممكن يكون مانو عرضي أو بيكون عنده أعراض خفيفة،
لهيك يعني بينتشر بسهولة الفيروس، يعني ممكن الشخص عم يروح ويجي على شغله هو ما بيعرف انه هو عنده هذا الانسان الفيروسي. لهيك بالاسبوع الثالث بيكون انتشر، يعني بيكون بالاسبوعين الماضيين المريض عم عنده اعراض كثير فهو عدا غيره وبلش انتشار الفيروس بالاسبوع الثالث. يعني نحن فترة العطلة اللي بلشت الاسبوع الماضي بهذا الاسبوع والاسبوع الجاي هي فترة احترازية حتى الاشخاص اللي مصابين اذا كان عندنا اصابات لا سمح الله تبين ما تبين وما تنتقل لغير اشخاص. نعم دكتورة، خلينا ننتقل للعناصر هيك خلينا نقول الاطفال اللي هن اكثر عرضة، ممكن هن اكثر عرضة يمكن لنقل الفيروس من الإصابة فيه. خلينا يمكن نحكي بشكل دقيق، هن ممكن أنه يحملوه وينقلوه بسرعة، ولكن الجهاز المناعي مختلف عن الجهاز المناعي عند الكبير، يعني ممكن يقاومه، ولكن هن أكثر عنصر ناقل للعدوى. قديش مهم أيضا أنه حتى السلامة الصحية لأطفالنا حتى ضمن المنزل اللي فيه مثلا دخان الأب والأم اللي بيدخنوا، يعني كيف فينا نحمي أطفالنا حتى ضمن المنزل مو بس خارج المنزل؟ تمام. هلا هن بهي الإصابة تحديدا كانت نسبة إصابة الأطفال أقل شيء تماما، يعني تقريبا 6% من مجمل الإصابات كانت تماما. عم تكون الإصابات أكثر بالأعمار الأكبر حتى هلا، يعني بإيطاليا عم تكون نسبة إصابة الشباب كبيرة، عند الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة عم تكون نسبة الإصابة أكبر. بس بالنسبه للاطفال هن يعني نوعا ما بيكون في كثير درايه عند الطفل كيف يحمي حاله، يعني عادي انه مثلا يمسك غرض وقع على الارض او انه بيعطس وبيسعل ما بينتبه على حاله، بيلعب باي شيء قدامه، جهازهم التنفسي يعني عندهم هن مناعه، بس يعني احنا من صغر الطفل ممكن لما بنعرضه لملوثات لمخدرات من هون بتبلش تظهر عنده يعني اعراض التحسس او اعراض الربو منذ الطفوله. لهيك نحن يعني بالمنزل باماكن العمل نحاول قدر الامكان نبعدهم عن الملوثات، عن روائح التدخين تماما. بشكل عام عم بحكي مو بس مشان الاصابه بالفيروس. كمان خلينا نعرف من حضرتك الفئات العمريه المعرضه اكثر للاصابه بفيروس كورونا. شفنا دراسات عم تقول المراه، دراسات عم تقول الاطفال، دراسات عم تقول كبار السن. هلا هو بيصيب كافه الفئات العمريه، بس الفئات اللي اكثر عرضه لاختلاطات الاصابه بالفيروس هن فوق ال 60 سنه تقريبا، عند الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه مثل الربو، السكري، امراض الضغط، امراض القلبيه، امراض القصور الكلويه اللي عم ياخذوا مثبطات مناعه لاسباب مثلا مريض عنده ورم او لاسباب اخرى مناعيه عم ياخذوا مثبطات مناعه، الا عم ياخذوا كورتيزون لفترات طويله، هدول اكثر عرضه للاصابه باختلاطات الاصابه بالفيروس. بس مثل ما عم اقول لكم يعني حتى مؤخرا بايطاليا مثلا لقوا انه الشباب في نسبه كثير منيحه للاصابه عندهم وحتى لارتفاع معدل الوفيات، لذلك ما في قاعده بالنسبه لهذا الفيروس مؤخرا، الفيروس عم يعدل من حاله وعم يكون اكثر هجوميه واكثر خطوره. نعم دكتوره، ايضا يمكن نحن مع هجمه الفيروس وهذا الوباء صرنا نحضر او نتابع فيديوهات احيانا بتكون على عبر السوشيال ميديا عم يقولوا كورونا هو فيروس مانو حي، هو كتله من البروتينات مغلفه، هي بتصير حيه بس تدخل للخليه وتتكاثر بقلب الخليه وبتنتشر للجسم. هذا الفيروس يمكن ما بينتقل عن طريق النفس، هو شوي حجمه كبير شوي بفوت للخلايا. سبب انتشاره بالجسم هل هو ضعف مناعه فقط في الجسم ولا في اسباب ثانيه؟ لا هو الفيروس يعني بتركيبه يعني في نمط معين من التكاثر، هو يعني عنده جين ار ان ا، يعني عنده استنساخ رهيب بس بحاجه لخليه حيه لحتى يستنسخ نفسه، هو ما بيطير بالهواء هذا تماماً. الفيروس بس بينتقل عن طريق القطيرات التنفسيه، وزنه ثقيل لذلك نحن يعني مدى انتشاره عن طريق القطيرات ممكن يكون متر، يعني 6 اقدام، لذلك نحن بنضل بنقول انه المفروض نحافظ على مسافه متر بين الشخص والاخر، بس كمان من صفاته انه ممكن يضل على الاسطح فتره طويله، يعني على الاسطح الخشبيه مثلا ممكن يضل لحد 3 4 ايام، على البلاستيك كمان ممكن يكون 2 ل3 ايام، على البلور كمان ممكن يضل 24 ساعه. لهيك يعني هذا الفيروس المفروض انه نحن نكون حذرين، انه نقدر نتعامل معه. أيوة. تمام نقدر يعني نحن نجمع معلومات عن كيفيه الوقايه وحمايه انفسنا اكيد حنقدر نتعامل معه. صحيح.
ترى كمان من الاشياء اللي بتخوف بموضوع الفيروس هو سرعه الانتشار اللي كثير نحن عم ننوه عليها، الحجر المنزلي او البقاء في المنزل اذا فينا نقول. خلينا نحكي عن اهميه هاي الخطوه اليوم بالحد من انتشار هذا الفيروس. هلا هي كثير مهمه بالنسبه للشخص سواء كان مصاب او صحيح، يعني الشخص يلي ما انه مضطر يطلع من منزله، وانا بتوقع انه كثير فئات ما انا مضطره هلا بالوقت الحالي انها تطلع من البيت، خصوصي انه تقريبا كل شيء يعني اكثر الفعاليات بالبلد عطلت. صح. الشخص المصاب لازم يلتزم المنزل اكيد، خصوصي اذا كانت اعراضه خفيفه او متوسطه، بيلتزم المنزل، بياخذ المسكنات، خوافض الحراره، السوائل، ما في داعي يطلع من بيته حتى ما يعدي غيره. الاشخاص اللي قاعدين معهم بالبيت بياخذوا احتياطاتهم، بيحطوا كمامات، بيعقموا البيت بشكل جيد. الشخص الصحيح اللي ما انه مريض كمان يلتزم بالمنزل، حتى اذا طلع وشخص مصاب ما عنده اعراض او اعراضه خفيفه ما ينعدى منه. نحن كثير لازم نتجنب الاماكن المزدحمه، لازم نتجنب يعني مشان نحمي حالنا ونحمي حتى الاشخاص اللي قاعدين معنا بالبيت. صحيح. لانه هو الفيروس بما انه بينتشر بسرعه، نحن بجوز ما نخاف على حالنا اذا نحن صحيح البنيه، بس نخاف على الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، على الاطفال الرضع، لانه يعني للاسف نحن يعني ببلاد العالم كلها المتطوره، بايطاليا طبعا عندهم كثير كان متطور، المشافي عندهم ما استوعبت اكيد هي الاعداد الهائله، فنحن هذا خوفنا انه نحن لا سمح الله اذا انتشر عنا الفيروس ما نقدر نستوعب كميات الاصابه الهائله اللي حتكون. لذلك يعني انه رجاء الالتزام بالاجراءات الاحترازيه اللي اتخذناها، هو حرصا على الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه، الاشخاص الكبار بالسن، الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، اذا انتم ما انكم خايفين على حالكم خافوا على هدول الاشخاص. صحيح. يمكن بعد فتره حرب طويله على سوريا مرينا بفترات جدا صعبه، وهلا اجى هذا الوباء، ولكن يعني الحمد لله خلينا نقول انه نحن تماما ما تسجل، وقدرنا شوي ناخذ احتياطاتنا لو بامكانيات ضئيله، معلش. سواء نحن خلينا نحكي بشفافيه، سواء كان بموضوع صحي او موضوع الالم، يعني كل مؤسسات الدوله امكانيتها يعني منيح اللي نحن واقفين على رجلينا، منيح اطبائنا قدرانين يشتغلوا بهيدي الامكانيات مع العقوبات الاقتصاديه المفروضه على سوريا، امكانياتنا محدوده، ولكن بدنا فقط وعي، مثل ما صمدنا بفتره حرب بدنا شوي كمان يكون عندنا وعي واراده انه نحن حنتجاوز هيدي الامور. قديش مهم انه كل حدا عنده معلومة ينقلها للثاني، طبعا المعلومات الإيجابية. قديش مهم أيضا بين ببيتنا بنفس البيت أنه ممكن نعم نتواصل نحن عبر الإنترنت مع أشخاص أنه عملوا هيك، خذوا فيتامين سي، حموا حالكم، قديش هذا الشيء مهم. أكيد، حتى يعني نحن يعني في جروبات طبية عم يتم التواصل بين بعض، عم ننزل احدث المقالات، عم نضل على تواصل مع الحالات يلي ممكن عم نشوفها بالمشافي لنأكد او ننفي صحه الاخبار يلي عم يتم تداولها، لانه للاسف يعني نحن دائما بننظر للشيء السلبي باي شيء. ف كثير مهم يعني حتى في جروبات مجتمعيه عم تنزل طرق التوعيه، شو هي الاغذيه يلي مهم انه ناخذها، وسائل الاعلام، المعلومات يلي عم تعرضها، الضيوف يلي عم تعرضهم كثير مهم، الغذاء، الوقايه، التوعيه، يعني كل شيء خطوات عم تتبع لحد الان هي كثير مثاليه وكثير منيحه، وان شاء الله بس نقدر نكون قد هالمسؤوليه هي. اكيد. يعني مثل ساري ما عم بيكون في معلومات ايجابيه، ايضا للاسف على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيكون هي المعلومات السلبيه المغلوطه اللي فينا نقول هي عم تكون مصدر للاشاعه للاسف، فبدنا ننوه انه لا، نخلي مصدر معلوماتنا اكثر ما فينا هي الوسائل الرسميه، التلفزيون، موقع وزاره الصحه، اكيد راح تكون المعلومه دقيقه 100%. بدنا نرجع يعني نستفيد مع حضرتك بموضوع الحمايه المنزليه قد ما فينا، نحن هلا بحاله لازم اغلب الاشخاص قاعدين بالبيت، للحالات الاضطراريه دائما شخص واحد يطلع ومو شرط كل يوم، هي الحاله بدنا نركز عليها، هذا الشخص اليوم اللي عم يطلع برات البيت لحالات اضطراريه، خلينا نحكي كيف لما الاجراءات الاحترازيه لازم يتبعها عند خروجه لحد وصوله للبيت، وحتى لحتى ما يعدي حدا من افراد اسرته لا قدر الله. تمام. هلا الشخص يلي مضطر يطلع اذا هو عنده اعراض المفروض يحط كمامه حتى ما يعدي غيره. إذا ما عنده أعراض فهو يعني بيتحرك على يعني بتوجه للمكان اللي هو مضطر يروح عليه، بيحاول قدر الإمكان ما يلمس مثلا مسكات الأبواب، المفاتيح، يعني قدر الإمكان يحاول إنه بس يلمسها يعقم إيديه،
اهم شيء الغسيل بالماء والصابون، اهم من كل المعقمات اللي انطرحت بالاسواق حديثا. الماء والصابون كثير مهم، نغسل ايدينا لمده 20 ثانيه، او المعقمات اللي بتحتوي على كحول بنسبه 60% فما فوق. نبعد عن الاماكن المزدحمه، نخلي مسافه متر بيننا وبين الاشخاص الاخرين. ما في داعي يكون بقى باماكن مزدحمه بعد كل الاجراءات عم نحكيها. واذا اضطر الشخص يسعل او يعطس يكون معه منديل يتخلص منه مباشره شي. او انه اذا ما معه منديل بيقبض قميصه بيعطف ايده بيعطس على كمه على ايده وبعدين بيرجع بيغسل ثيابه. يبعد عن يعني مثل ما قلنا انه الاماكن المزدحمه، وسائل المواصلات، وهلا ما بتوقع انه صفى في اماكن مزدحمه بالبلد. اكيد يعني مع هيدي النصائح ان شاء الله نكون قدرنا نوصل رساله لجميع مشاهدينا، ان شاء الله السلامه للجميع بكل انحاء العالم، نحن ما راح نخص فقط سوريا، ان شاء الله ما بيصير شيء عنا، ولكن للسلامه للجميع، ان شاء الله هيك نقدر نحن من خلال تشاركنا المعلومات نقدر تكون فرصه. خلينا نقول فرصة لأنه نحن نتعرف على معلومات جديدة، فرصة لنقعد مع ذاتنا مع أنفسنا ومع العائلة. كل الشكر لك دكتورة، والله يعطيكم العافية أنتم كأطباء كمان في حالة استنفار يعني بالمشافي وبالمراكز الصحية، كل السلامة أيضا لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتورة.